الرحمن الرحيم. عندي ملاحظه وسؤال. الملاحظه الاولى، انا من جيت المنتدى في المراه والرياضه العمل السياسي وقريت الاسماء تاع الكتابات بسمنا ان تيمونياج ليهم الامور باش وصلوا لهاد المناصب اللي راهم فيهم دابا. عندنا برلمانيات مستشارات وبرلمانيه وكاتبات منظمات مسؤوليه في داخل الاحداث. كنت نتسنى نسمع كيفاش نوفقوا ما بين العمل اليومي نتاعهم العمل السياسي، ما بين الاسر، ما بين الاحتياجات تاع الاولاد نتاعهم وتاع الرجال نتاعهم. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى كنت نسمع المشاكل اللي يواجهوها في التبرع داخل الحلم نتاعهم. وعندي واحد السؤال، هو الاستاذات الفضلايات واش عندهم شي دور ولا كيساهموا في التأطير وجل نساء وفتيات اللي غادي يخلطوهم